إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نبقى ننصح المرضى ونوجههم إلى الطريق الصحيح، إلى أقوال العلماء وفتاوى العلماء في باب الرقية، لأن باب الرقية يدخل في باب التوحيد وفي باب العقيدة. عالم الجن وعالم الشياطين عالم غيبي لا يخوض فيه الإنسان إلا بدليل من الكتاب ومن السنة. والمسلم المريض المصاب بمرض روحي مثل السحر أو المس أو الوسواس أو الحسد أو العين، إذا لم يكن باستطاعته قراءة القرآن والعلاج ورقية نفسه بنفسه يبحث على راقي، لكن هذا الراقي الذي يبحث عنه يجب عليه أن يسأل عنه أهل الذكر، يسأل عنه العلماء، ولا يذهب هكذا لشهرة الراقي، لأن الآن الرقاة المشهورون في الساحة يظنون بهم خيرا ويظنون بأنهم علماء وأصحاب اجتهاد وتجارب، وفي الحقيقة هم كهان والدجال، هم أصحاب كهانة ودجل، هم أقرب إلى السحر والشعوذة من الرقية الشرعية، بعيدون كل البعد عن الرقية الشرعية. ذلك الراقي الذي ترونه مشهور عالميا يحاور في الشيطان بالساعات من أجل أن يسجل شريط فيديو، ومن أجل أن يأكل أموال الناس بالباطل، ومن أجل أن يدخل الرعب في قلوب الناس بأنه يحاور الشيطان ويتكلم مع الشيطان وأنه يروض الشيطان وأنه يتحكم في الشيطان، هذا كله شعوذة ودجل، والله العظيم كله شعوذة ودجل، ولا علاج فيه ولا شفاء فيه، لأنه طريق غير شرعي، وما هي إلا مسرحية من ذلك الراقي الدجال مع ذلك الشيطان الجني اللعين، يتلاعبون بعقول المرضى المساكين ويتلاعبون بذلك المريض المتسلط عليه ذلك الشيطان. فقبل أن تذهبوا واجب عليكم شرعا أن تسألوا أهل الذكر، تسألوا عن فعل هذا الراقي ما يفعله وما يقوم به، هل هذا العمل شرعي، هل هذا العمل وفق الكتاب والسنة، أم هو عمل كما يقوم به الكهنة والسحرة والدجاجلة والمنجمين. فالراقي الذي تجده يستعين بالجن لمعرفة مكان السحر واسم الساحر، هل هذا راقي شرعي؟ تجد المرضى يتبجحون ويشكرونه ويدافعون عنه بجهل، هم جهلة أصلا، هم جهلة بعيدون عن الكتاب والسنة وبعيدون عن العلماء، ولكن لا نعذرهم. لماذا؟ لأن الشرع يأمرهم أن يسألوا وأن يبحثوا قبل أن يذهبوا. هم يقولون بأننا لا نذهب إلى الساحر، وهذا الراقي الكاهن أخطر من الساحر. الساحر فتح الباب للشيطان للدخول أو التحكم في المريض، أما هؤلاء مكنوا له وثبتوه وجعلوه يتحكم أكثر وأكثر وأكثر بسبب ذلك الحوار بالساعات. المريض مغيب تماما والشيطان يلعب في جسد ذلك المسحور المريض المسكين وهو يتحكم أكثر وأكثر، وهذا سببه ذلك الحوار وتلك المسرحية. وأيضا هناك أمور وأمور كثيرة مخالفة للشرع من طرف هؤلاء الرقاة. هؤلاء في الحقيقة يعملون مع الشياطين، هؤلاء لا يعملون ضد الشيطان، الشيطان المعاملة معه كما بينا في كم من مقطع في قناتنا الراقي أبو عائش الأثري الجزائري، بينا بأنه عدو كما جاء في القرآن الكريم، إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال له لما رقى؟ نترك رقية النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونذهب إلى رقية هذا الكاهن الدجال، إلى طريقة هذا الراقي الدجال الذي يحاور الشيطان ويأمره وينهى مثلا ويكذب. هو في الحقيقة لا يأمره ولا ينهاه، هو لا يدعو إلى الإسلام أصلا. أيضا إذا أردت أن تدعو كيف تدعو الشيطان؟ فهذا في هذه اللحظة وهو داخل في جسد الإنسان أو متسلط أو متحكم على جسد الإنسان هو الشيطان. وتجد الراقي يقول للمريض المسكين المغيب الجاهل الذي لا علم له ولا صلة له بالرقية الشرعية ولا بفتاوى العلماء، يقول له أعن هذا الشيطان لكي يحارب باقي الشياطين ويتخلص من القيود والحصون ومن العقد. وهذا فعل الكهنة، هذا فعل الكهنة بارك الله فيكم.
لا تذهبوا إلى هؤلاء، لا يجوز لكم الذهاب إلى هؤلاء الكهنة، وقد أفتى العلماء بأنهم كهنة، أفتى الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، صالح آل الشيخ، أفتت اللجنة الدائمة، أفتى اللحيدان، أفتى 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 الفوزان، أفتى العلماء بأن هؤلاء أعمالهم أعمال الكهنة، لهم ضروب من ضروب الكهنة، فلا يجوز العلاج عندهم. هذه من ناحية الشرعية. من ناحية الأخرى بأنكم لا تجدون عندهم العلاج، لا تجدون عندهم إلا هذا الأمر، الحوار مع الشيطان بالساعات والاستعانة بالشيطان لمعرفة مكان السحر واسم الساحر وأمور غيبية عن الإنس، سواء كانت في عالم آخر بعيد عن الرقية أو عن ذلك المريض، وهذا كله كهانة. ارجعوا بالله عليكم إلى فتاوى العلماء، خافوا الله سبحانه وتعالى، والله إنكم لتسألون عن ذهابكم إلى هؤلاء الكهنة والدجاجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.